عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم سبق وأن شرحناها بالفصل الثاني. عادة سريعة لها اللي هي لغات البرمجة في الحاسوب اللي هي Programming Language، وعندنا نظام الأعداد اللي هو Numbering System. طبعا لغات البرمجة خلينا نشاهد موجود، هو طبعا ضمن الكتاب اللي توزع لكم لأساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية، وأيضا ملزمة اللي هي PDF. لغات البرمجة قلنا هي لغات للتخاطب بين المبرمج والحاسوب، ولها قواعدها وأصولها، وتنقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي يقصد به هي لغات المستوى الأدنى اللي هي Low Level Language، سميت طبعا بهذا الاسم لبعد مفرداتها عن لغة الإنسان، وهي لغات التي تستخدم النظام الثنائي لـ 0-1 الصفر والواحد للتعبير عن الأوامر المختلفة التي يتكون منها البرنامج، وهي لغات صعبة لا يحسن استخدامها إلا قلة من المبرمجين الذين لديهم خبرة ومهارة في البرمجة. طبعا تعتمد لغات المستوى الأدنى على لغة اللي هي ماشين لانجويج، لأن اعتمدت على نظام اللي هو باينري سيستم، نظام ثنائي في حالة صفر وان، في حالة زيرو وان، يعني في حالة وجود تيار كهربائي نقصد بها، هنقربها إذا موجودة هناك إنارة في حالة أون، في غلق التيار الكهربائي في حالة يكون أوف، كأنما السويتش مفتوح أو يكون مغلق اللي هو زيرو وان. وهذه لغة المستوى الأدنى اللي هي يقصد بها بلغة الآلة، استخدمت لغة اللي هي ماشين لانجويج، لغة تكون صعبة الاستخدام، يعني ما بعيدة عن لغة الإنسان، ما يمكن فهمها، لأن تتعامل مع الحروف، مع الأرقام اللي هي زيرو وان فقط. يعني من خلال أنا يعني من أريد أكتب سلسلة من الأسماء، مثلا أسماء طلبة أو سيرة ذاتية لطالب معين، من أريد هي مجموعة من أكتب هذه مجموعة من الحروف، وقد تكون أرقام، عبارات، وغيرها تكون أحرف. هذه يتم إدخالها عن طريق الكيبورد، من أكتب هذه الحروف والأرقام راح تقوم بشفرة الكود الموجودة ضمن النظام الثنائي اللي هي لغة الآلة، تقوم بتشفير هذه الكلمات والأحرف، تحولها إلى 0-1. يعني بمعنى آخر، احنا مثل عندنا اللي هو عندنا نظام مثلا اللي اعداد اللي نستخدمه، مثلا ادخلها باسم علي، مثلا علي من ادخلها هذا الاسم اللي متكون من ثلاثة احرف سواء كان بالعربي او بالانجليزي، ما اكو اشكال، فهذه راح تحول هذه الحروف الى مجموعة ارقام، الى مجموعة ارقام شنو؟ فقط اللي هي 0-1 تحدد لها. كل حرف من هذا الحرف اللي هو حرف اي راح تحدد له ب 8 بت، وسبق وان شرحنا التحويلات الوحدات شلون يتم تحويلها من اللي هي البايت يتحول الى كيلو والى ميجا والى جيجا والى تيرا، وهكذا شرحناها ضمن جدول موجود بالملزمة او بالكتاب. فكل حرف من هذه الاحرف راح تحتاج المن الى 8 بت، تحتاج المن الى 8 بت، فتحجز لها 0-1 1-1 0 0-1، مهم 8 تحجز. اذا عندي انا 3 احرف، اذا ايش قد راح تحتاج اذا الحرف الاول هو الاي يحتاج الى 8 بت، اذا عندي 3 احرف من ضمن اسم مثلا علي اللي يحتاج الى 3 في 8 بت راح يحتاج الى 24 بت، وهذه طبعا اذا اسم واحد اللي يحتاج 24 بت. اذا عندي مثلا خلينا نقول 100 طالب واريد ادخل اسمائهم، ايش قد احتاج؟ فاذا لغه التجميع هي لغه تكون من ضمن لغات المستوى الدنيا او الواطئ نسميه احنا، فتحتاج الى مساحه خزن اكثر، بطيئه تكون في سرعه ادخال البيانات، فلهذا ادى الى وجود او ظهور لغات المستوى المتوسط، هذا هو يكون ميدل ليفل لانجويج، هي لغات تميز بانها وسط بين لغه الاله وبين لغات المستوى العالي. طبعا تستخدم خليط من الرموز والعلامات اللي تستخدمها هي لغه عن طريق لغه التجميع اللي يسميها اسمبلي لانجويج. اذا شو اصبحت؟ مو فقط اللي استخدمها من ضمن 0-1، تستخدم خليط من الرموز والعلامات اللي استخدمها.
وايضا ممكن وين هي راح ترجع، راح ترجعها ايضا للغه الآل، في كل الاحوال ترجعها لتقوم بعمليه تشفيرها الى 01. ظهرت بعد ذلك الى لغات المستوى العالي اللي هي هاي ليفل لانجويج، سميتها بهذا الاسم لانه اصبح بامكان المبرمج ان يقوم بكتابه البرنامج بدون معرفة تفاصيل كيف قيام الحاسوب بهذه العمليات. انت من دخلت له هذه العمليات كبرنامج معين سواء كانت بلغات، وهذه اللغات تكون لغة شبيهة بدرجة كبيرة من اللغة الطبيعية التي يستخدمها الإنسان، يعني قد تكون هذه اللغات اللي هي لغة سي بلس بلس، لغة سي، لغة كوبل، لغة فورتران، لغة باسكال، بيسك، يو بيسك، كل هذه اللغات تكون قريبة من اللغة الطبيعية التي يستخدمها الإنسان في حياتنا، مثلا تخاطب مع الآخرين، وتمتاز أيضا سهولة الكتابة وسهولة أيضا اكتشاف الأخطاء البرمجية اللي من خلال استخدام هذه اللغات العليا. طبعا انت من تستخدم هذه اللغات المستوى العالي اكيد انت راح ترجع علما اساسك ترجع الى لغه الاله اللي هي ماشين لانجو حتى تحولها الى 01، تمر بعمليات عن طريق المن، طريق يقوم بكومبايلر اللي هو المترجم، المترجم يقوم بعمليتها الى المجمع اسمبلي لانجويج ثم يحولها الى لغه الاله. راح تقولون شنو هاي المن بعد اذا احتاجيت واهم ارجع لغه الاله، هو نظام الكود مالتي نظام الحاسوب بهذا الشكل. لكن اول شيء من استخدم لغات المستوى العالي اول شيء راح يعطيني مساحه خزن اكبر وتكون سرعه في ادخال البيانات. ليش تتم هاي العمليه؟ لانه انا من اريد ادخل بلغات المستوى قد يكون مثلا عندي عمليات حسابية مثل استخدم addition subtraction multiplication اللي هي عمليات الجمع الطرح والضرب وهكذا، من لازم ادخل السبيل كل هذا، فهذا يحتاج الى اول شيء مساحة خزن ياخذ وقت ايضا، لكن استخدمه بعملية الاختصار، مثل بدل ما اكتب له addition اكتب له فقط حرفين وهي تفهم الحاسبة 3 أحرف add واكتب له اي دبل دي، راح تفهم الحاسبه بان هذه الكتبه هذه الاحرف هي عباره عن عمليه جمع وهكذا. فاذا لغه الاله هي المشين لانجويج او اللغه نسميها احنا الثنائيه، تتكون من رقمين اللي هو 01 واللغه التي اللي يفهمها الحاسوب الالي، مو الانسان يفهمها منه، الحاسوب الالي تحول جميع اللغات الى لغه الاله. يعني لغه السي بلس من ادخل كيو بيسك، بيسك من ادخل برنامج معين واريد انفذه، كل هذه الكودات اللي دخلتها عباره عن اسطر، مجموعه من الاسطر قد تكون 100 سطر حسب البرنامج اللي انت كاتبه، كلها راح تحولها ترجع لاساسها اللي هي الى لغه الاله اللي هي 01، حتى تتمكن معدات الحاسوب الالي من التفاهم معها، وانها قلنا تتكون من 01. إذا تميزت هذه اللغة اللي هي ماشين لانجويج باللغة بالصعوبة، ليش؟ لأنه تتطلب حفظ ودقة في كتابة سلسلة طويلة من 01 بترتيب معين، وهنا طبعا راح يحدث أخطاء كثيرة وين بالترميز، فهنا يجب أن يحدد المبرمج كل شيء، فكل خطوة التي ينفذها البرنامج يجب أن ترمز، لذا يجب أن يكون المبرمج على علم بترتيب الحاسوب الداخلي. وسواء كانت عناوين رقمية لمواقع التخزين، سواء كانت البيانات تعليمات وهكذا. بعد ذلك واجهت كنا من الصعوبات ظهر الأنظمة العددية اللي من عندها اللي هي نظام الأعداد اللي هو نمبرينج سيستم في الحاسوب، عرفت هذه اللغات، لغة قبلها اللي هو نظام العشر اللي نتعامل معه احنا اللي هو من 0 إلى 9 ومن 0 إلى 8. ظهر نظام الثنائي اللي يقصد به احنا نشرحه من ضمن أنظمة الأعداد اللي هو باينري سيستم اللي يكون الأساس مالته 2، بينما أساس النظام العشري أساسه 10، نظام الثنائي أساسه 2، نظام ظهر ثاني اللي هو نظام الثماني هو أكتد سيستم اللي هو أكتد سيستم نظام ثماني أساس الرقم اللي هو 8، يتكون من 0 إلى 7 8 أحرف، طبعا الصفر هو ضمن تدريجة حاسبة ضمن اللي هو الرقم 8 أرقام. ظهر بعد ذلك نظام السداسي 10، وفر لي اللي هو هكساديسيمال سيستم، وفر لنا بانه ميز او اخذ مجموعه من الحروف مع الارقام، يعني دمج حروف مع الارقام لمن خلالها ان استخدمه في هذا النظام. فاذا يبدي من 0 إلى 9 استخدم الارقام،
ثم بدأ إلى العشرة يأخذ الحرف اللي هو الـ A B C إلى أن ينتهي حرف F اللي هو رقم 15. إذا استخدمت هذه الأنظمة في الحاسوب هي لغات الدنيا لو ليفل لانجويج، وتستخدم بعضها أيضا ممكن تتحكم في عمل المسجلات ريجستر على سبيل القراءة والكتاب مسجلات، وخاصة بمن يستخدمه بنظام الترميز السداسي 10 اللي هو أكسا ديسيمال من خلاله. إذا أساس النظام الثنائي هو العدد 2 قلنا اللي هو 0-1 يضم فقط عددين. أساس النظام الثماني قلنا 8 اللي أكبر رقم في هذا النظام يكون 7، وأساس النظام السداسي 10 اللي هو 16. يعني إذا هذا النظام يتكون من 16 رمز، يتكون من 9 أرقام أكبرها العدد يكون 9، ثم الحروف بصورة كبيرة يبدأ من الحرف أي إلى أن ينتهي بحرف F. وهذا عندي الرسم التوضيحي للنظام الثنائي والنظام الثماني والسادس عشر. فإذا إحنا استخدمنا ضمنها نظام الأعداد، وإحنا سبق وإن شرحناه بالمحاضرات السابقة ضمن الفصل الثاني للمستوى الأول. فهذه إعادة سريعة لكم ضمن المنهاج، وشكرا جزيلا طلابكم.